مساء الخير، اهلا بيكم وحلقة جديدة وكلنا واحد. شهر رمضان شهر الخير والكرم، بيزيد فيه الطلب على معظم السلع الغذائية بشكل عام وعلى الخضار والفاكهة بشكل خاص. بس يا ترى ايه سبب زيادة اسعار السلع الغذائية؟ يا ترى طلب المواطنين على السلع دي، ولا انتشار الاسواق العشوائية، ولا ايه بالظبط؟ وكمان دور الحكومة ايه في ضبط الاسعار، ودور المواطن ايه في ترشيد الاستهلاك؟ هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. هنسيبكم لحظات ونرجع نرحب بضيفنا اللي هينورنا ونبدأ كلام. مرحب بضيفنا اللي منورنا، سيادة اللواء أحمد هاني، سكرتير عام محافظ الجيزة ورئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة بستة أكتوبر. بنرحب بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم. عايزين نبدأ في موضوعنا على طول ونبدأ نتكلم على أسعار السلع الغذائية وخاصة الخضار والفاكهة. بيتم عليهم يعني في شهر رمضان بيبدأ الإقبال يبقى أكتر وبشكل يومي بشكل مكثف. عايزين نعرف بقى حضرتك بصفتك رئيس التنفيذي لجهاز لسوق الجملة، يعني عايزة حضرتك تكلمني عن الموضوع ده، ازاي بيتم التعامل مع ارتفاع الطلب؟ نعم، تسمحي لي بس في البداية بعد اذن حضرتك انا رئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة بستة اكتوبر فقط، دي نقطة. اوكي. فرصة طيبة برضو في بداية البرنامج ان انا اهنئ الشعب المصري بشهر رمضان الكريم، وربنا يعيده علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وخاصة ان هذا الشهر يتميز في ان احنا بنستقبله في ظل مناخ اكتر من طيب، في ظل سياسة جديدة لحكومة جديدة، هقول في ظل تفاؤل لمستقبل جميل لمصر الحديثة بإذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله. وبنستقبل شهر رمضان كمان بالشرك كتير. نعم. فعايز اعرف حضرتك بتتعامل مع الموضوع ده من خلال منصبك ازاي؟ هو يمكن برضو نقدر نقول دي ثقافة مواطن، موضوع الشراء الكتير أو الإقبال على بعض أنواع من الخامات أو من الأغذية بصفة عامة سواء خضار أو فواكه، لأن إحنا بطبعنا كمصريين كرمة كرمة وعارفين كرمة شهر رمضان بتكتر فيه الولائم، بنحب الكتير أو بنحب المزيد، ويمكن دي فرصة طيبة برضو من خلال البرنامج إن إحنا نطلق مبادرة بتقول إن ايه امكانية استكمال لسياسة الترشيد، مش ترشيد لمجرد مش ربط الحزام وخلاص، يعني هي الفكرة ان احنا نستخدم على قد احتياجاتنا. بالظبط، الترشيد بمعنى ان انا اشتري على قد احتياجي واحتياج الاسرة. ايه المنع بدل ما اشتري بالكمية اشتري على قد الاسرة، والخامات متيسرة في البلد ومتيسرة في الاسواق كلها، فلما على الاقل هيبقى الموضوع فريش او هيبقى طازق بمعنى اصح، فلما اخد على قد الاسره لكل وجبه او لوجبات اليوم افضل بكتير من اني اخزن. احنا بنشوف الاسواق بره او في بعض المحلات الكبيره الناس بتروح تشتري يعني كميه قليله، بقى عايز فاكهه يشتري تفاحتين لما يخلصهم يبدا يشتري تاني. بالزبط. مش لازم اجيب الحاجات تفضل في الثلاجه حتى بتفقد قيمتها الغذائيه. الغالبيه من العظمى من العالم او من الشعوب بيعملوا كده، بيشتروا بالقطعه او بيشتروا بالكميه، زي حضرتك ما تفضلتي مشكوره كده وافدتي، التفاح بالعدد على قد الأسرة، مش زينا بنجيب بالكميات، وبالتالي الهالك بيبقى أكتر. بس ياريت نتعلم إن إحنا يعني نبدأ نتعامل من خلال ثقافة جديدة برضو، ونشتري على قد أفراد الأسرة فقط لغير إن شاء الله، اللي بيها نوفر برضو في المصاريف، يعني هيعود على اقتصادنا بالخير أكيد، سواء الخامة هتفضل متيسرة وموجودة، العرض هيتماشى مع الطلب. أكيد بلا شك الأسعار ممكن تتأثر، أي نعم موضوع الأسعار موضوع كبير مش صغير،
ولكن اكيد هتتاثر لما احنا عايزين ندخل بقى على طول في موضوع الاسعار وحضرتك. نعم. تقول لي اسواق الجمله بيتعاملوا ازاي؟ يعني احنا بنسمع عن حاجه اسمها بورصه الخضار والفاكهه. نعم. عايزين حضرتك تعرفنا عليها. هو اسواق الجمله في الاول معلومه عامه، هم 5 اسواق على مستوى الدوله موزعه طبقا للنطاق الجغرافي، بتخدم العديد من المحافظات، اكبرها سوق العبور على طريق مصر الاسماعيليه، يليها سوق 6 اكتوبر، وفي في اسكندريه، في اسيوط، في عفوا في الوجه قبلي، في بما اجمالي 5 اسواق. الخمس اسواق دول المفروض ان هم بيستقبلوا الخامات بصفه عامه سواء خضار او فواكه او الى اخره بسعر الجمله. سعر الجمله ده للاسف لما بيبدا تداوله من سوق الجمله لبائع التجزئه او سوق التجزئه بيتم التحميل عليه خلال الفاصل ما بين النقل من هنا لهنا، مصاريف انتقال، مصاريف تداول، مصاريف تعبئه الى اخره، دي اللي بتغلي اسعار المنتجات. وبالمناسبه احنا يمكن يوم 11/6 اللي فات في موقع انشئ للسوق. الموقع اتمنى ان المواطنين يبقى في تواصل بينه وبينه، موقع الكتروني على الانترنت. حضرتك يا ريت تقول لنا برضو على الموقع بحيث ان الناس ممكن تخش تتعرف بشكل يومي على اسعار الخضار والفاكهه. بالظبط كده. تمام. بس انا باكد او باؤكد ان هذه الاسعار اسعار الجمله اللي في السوق، يعني السعر بيختلف الجمله عن التجزئه قد ايه؟ يعني بيختلف يعني كتير كتير، يعني بيزيد كتير. ممكن يتضاعف ولا مش لدرجه الضعف؟ هو يعني وارد انه يتضاعف لطبيعه المسافه اللي ممكن تنتقل اليها البضاعه او الخامه من هنا لهنا، فتبقى لمسافه التحرك اللي بتتنقل فيها، بيتطلب ده عربيه بتؤجر، عامل بيشتغل، عمليه تعبئه، كل ده بيأثر بالزياده بالنسبه للسعر. فهتلاقي المناطق القريبه او متاخمه مع منطقه السوق يمكن اسعارها تبقى اقل. أيوة. ولذلك تلاحظي حضرتك ان كتير من المواطنين دايما بيتواجدوا هم او بيروحوا بنفسهم اسواق الجمله بيشتروا من نفسهم. انا بعتبرها شطاره منهم انه بيعملوا كده، لانه بياخدوها بسعر اقل بكتير من سعر بائع التجزئه المتيسر او الموجود في المنطقه السكنيه اللي هم فيها. ده أكيد، بس لو المستهلك رايح يشتري كمية كبيرة، لكن لو بيشتري بشكل زي ما احنا بنحاول ان احنا نرشده ويكون الاستهلاك بشكل يومي، مش هيقدر كل يوم انه يروح مسافة يشتري من بكل السوق. تأكيد. فعايزين برضو نعرف من حضرتك ازاي بنقدر ان احنا يعني نوازن ما بين العرض والطلب بحيث برضو ان المواطن ما يتحملش أعباء في شراء الخضار والفاكهة. هي ليها عدة محاور، بتبدأ بالمنتج لما بيتم تصديره أو تواجده في السوق. المنتج ده بيجي من صوب زراعية أو من فلاحين. المنتج ده لما بيجي بعض التجار في تعامل مباشر بينهم وبين الفلاحين أو بين الصوب الزراعية، اللي بيبقى دافع مقدما تمن الثمار اللي هيجنى بعد الفترة الزمنية اللي هيجنى فيها الثمار ده للفلاح أو للصوبة الزراعية، فبيبقى حاجز من حيث المبدأ المنتج اللي هيجي من هذا المكان لصالحه، زي ما بنقول بيشتروا الفاكهه او الخضار وهي على الشجر. بالظبط كده. انا ما بسموهوش احتكار، لكن هو عايز يضمن استثمار امواله وده من حقه. بالظبط. ده بيخلي طبعا ده بيساعد الفلاح من ناحيه ان هو بيتيسر له المورد المالي او راس المال اللي بيقدر بيه يجيب الثمره او بيجيب البذور او بيجيب الكماوي اللي بيتعامل بيه. هناك جهات معنيه في الحكومه لما تتدخل في هذا الامر زي وزاره الزراعه او بنك الاستثمار، لما يتدخلوا في هذا الامر ده ممكن ياثر بالسلب، ياثر عفوا بالايجاب بالنسبه لسعر هذا المنتج لما يطلع. لان التاجر بيقوم بدور الدوله، اما بيعمل كده فهو بيقوم بدور الدوله في هذا المجال. فكونه بيحجز هذا المنتج مسبقا فبيتدخل فيه فبيتحكم في السعر. مش بيتحكم في السعر انه بيغلي، لا، بيبقى واخد المحصول ده لصالحه. برضو مش عايز باكد انه مش احتكار، ولكن بيضمن استثماره مش اكتر من كده. ده بيأثر في السعر. طب المنتج ده لما بيوصل السوق الجمله او اسواق الجمله بصفه عامه بتبقى اسعاره زهيده جدا، اعتبارا من تحركه من السوق بيبدا يتدخل فيه بعض مداخلات اخرى اللي هو عمليات النقل من السوق لسوق التجزئه، برضو تواجد بعض الأسواق العشوائية أو المتناثرة
اللي حاليا بقت متواجده في بعض المراكز او المدن او الاحياء، تواجد العديد من الباعه الجائلين اللي هم حضرتك بتلاقيهم متوزعين موجودين بشكل عشوائي في الأماكن في المناطق السكنية. بالظبط كده، يمكن من سنة ونص تقريبا كان وصل للحصر لعدد الباعة الجائلين على مستوى محافظة الجيزة 8800 بائع. على فكرة كل ده اتخذ معاه إجراءات، وبالتالي عدد بالإيجاب على الكميات المتواجدة في الأسواق وهوضحها لحضرتك. الأول هنؤكد أن طبعا الأسواق العشوائية دي ليها كبير الأثر على طبيعة السوق وطبيعة السعر. الباعة الجائلين ليهم أثر كبير برضو على طبيعة السوق وطبيعة السعر. لو احنا قدرنا مش نعمل توازن، قدرنا نحقق السيطرة على الأسواق العشوائية ونحظرها تماما ونتعامل مع الباعة الجائلين زي ما تعاملت عفوا محافظة الجيزة وخصصت أماكن أو جمعت الناس دي في أسواق محددة، من هنا بتقدر تسيطري، لأن البائع الجائل النهاردة برضو أو الأسواق العشوائية بتشتغل بعيدا عن ضوابط الحكومة، بعيدا عن الصحة، بعيدا عن الضرائب، وبالتالي هو بيفضل أنه ما يخشش ضمن أو ما يتعاملش ضمن سوق مقنن أو سوق لصفة قانونية، عشان يبقى الربح كله ليه وهو اللي يحدد السعر، ما يبقاش فيه تدخل ولا رقابة. وأتمنى برضو أن احنا نخاطب الناس من خلال البرنامج أن احنا نخاف على البلد أو نخاف على مصر، لأن القرش ده لما بيطلع فده بيخش للدولة، أكيد بيعود على الدولة أو بيستغله الدولة في منافع أخرى قومية للدولة. ممكن ننشأ بيه أسواق جديدة، ممكن نزود أو نعدد الأسواق للأسواق الجملة، ممكن تنشأ بيه أسواق تجزئة أخرى. فلازم برضو اللي أنا كمواطن أستشعر مش هذا الخطر أو أستشعر هذا الأمر، فأبدأ أتعامل معاه بإيجابية لمصلحة البلد. إحنا هنقف عند نقطة المواطن ونشوف المواطن هيتعامل إزاي بإيجابية لمصلحة البلد. نخرج فاصل ونرجع نكمل كلام. والله ربنا يصلح الحال مشيئة الرحمن بأمر الله، وتبقى الدنيا كبيرة وحلوة وطعم جديد وجميل وزي الفل. أحلى فاكهة وأحلى خضار تشتريه من سوق التوفيقية. الخضار حلو بس غالي. كل حاجة رخيصة. جوافة ب3 جنيه، بلح ب5 جنيه، حنكش ب5 جنيه، تفاح ب10 جنيه، حاجات رخيصة بس فين الزبون؟ سيادة اللواء، عايزة حضرتك تكلمني، نرجع كنا بنتكلم عن دور المواطن، عايزة أعرف مطلوب من المواطن إيه عشان يساعد زي ما حضرتك بتقول ما ينتشرش البيع العشوائي، ونقدر إن إحنا نوصل لإننا نحصل على منتج مضمون وبسعر كويس وفي نفس الوقت نساعد في اقتصاد البلد. مطلوب من المواطن الآتي: نمرة واحد، ما يتعاملش مع بائع جائل، وبالتالي هيساعد الحكومة، لأن النهاردة الحكومة مش تعمل كل حاجة لوحدها، ومش هت مش مش هت مش هتطبق القانون او ممكن تطبق القانون، لكن مش برضو لوحدها، في عامل مساعد رئيسي. وفعلا المواطن بقى له كبير الاثر او بقى مؤثر رئيسي في حاله الانضباط اللي ممكن تحصل في الدوله. بمعنى لو المواطن النهارده ما تعاملش مع البائع الجائل، مش هيلاقي سبيل غير انه يا اما يدخل ضمن منظومه قانونيه للتجاره اللي هي ممثله في الاسواق او المحلات المرخصه، يا اما هيفضل بقى في بلده ويبدا هو يصدر للاسواق. ده دور المواطن. ده دور بس المواطن برضو بيبقى عايز يحصل على منتج نظيف، نعم، وقريب، نعم، ما يروحش مشوار بعيد، وفي نفس الوقت شكل الخضار يبقى شكله حلو. ما هي المعادله زي حضرتك ما قلت كده متصله ببعضها. المواطن برضو بقى عفوا البائع الجائل ذكي، لانه النهارده في سوق، السوق ده فيه محلات، المحلات دي ممكن اصحابها نفسهم ما يتعاملوش معاها. نتيجه ايه؟ انه عارف ان الكثافه السكانيه في المنطقه الفلانيه او في سين من المناطق بيتواجد فيها عده محاور او ميادين، بيسيب المحل بتاعه بيتواجد في هذه المناطق للبيع، بيبيع في غياب عن ضوابط الدوله، والدوله غير مستفيده منه عشان هو يحقق اكبر استفاده. طيب يعني انا مواطن عايز مصلحه البلد، ان دور الدوله هو الاساس، هو اللي هيقنن لي وجود البائع الجائل حوالين البيت،
هو كمان اللي هيفرض على اللي بيخالف بعض العقوبات، او ما انا كمواطن الاقي الحاجه موجوده في سوق وبشكل امن وبسعر كويس. نعم، بس هو المواطن اساس التعامل. النهارده في وقت ما او في 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 في, في تاريخ ما في انجلترا سعر السمك ارتفع، المواطنين امتنعوا عن شرائه فاضطروا يقللوا الاسعار، انخفض خلال عده ساعات. انما احنا عندنا العكس، اما الخامه بتقل سعرها بيرتفع، الطلب عليها بيزيد، المواطن بيجري عليها عشان خاطر يخزن في البيت خوف من انها تختفي. طب ايه المشكله ان انا ما اكلش لحمه لمده يومين ثلاثه؟ ايه المشكله ان انا ما اكلش سمك لمده اسبوع؟ ايه المشكله ان نوعا ما من الخضار لما يغلى انا ما اتعاملش معاه؟ والبدائل موجوده، ما الطماطم في بدائلها الصلصه. طب ايه المشكله لو انا في ناس يا فندم، في بعض المواطنين يعني من محدودي الدخل زي ما بنقول، طبق السلطه ده عندهم وجبه اساسيه، فطار وغدا وعشاء، وفي رمضان لازم يكون موجود على الفطار ولازم يكون موجود على السحور. طبعا مش هيقدر يتعامل مع الصلصه. احنا اتفقنا ان احنا لما النهارده يبقى في نسبه من المواطنين ما يتعاملوش مع البائع الجائل ده او مع المخالف، اوتوماتيك هتلاقيه يضطر ينزل في الاسعار. انا حفيد كده المواطن البسيط، هيضطر ينزل في السعر، مش هيضر المواطن البسيط في الحاله دي. يبقى انا كده بتعاون مع الدوله في السيطره على الاسعار، يبقى الدوله ليها دور والمواطن له دور. اكيد. نعم. طيب عايز اعرف بقى اسواق الجمله ايه دورها في انها تقرب المنتج للمواطن، وكمان حضرتك كنت بتتكلم على ان ينشا مصانع بجانب السوق تكمل دوره التغذيه اللي احنا محتاجينها. هو اسواق الجمله انا وضحت لحضرتك من دقايق ان انها خمس اسواق. ايوه. بتخدم على العدد من المحافظات طبقا للكثافات، نبداها او اولها سوق العبور، وده بيخدم على 10 محافظات. سوق الجمله اكتوبر يخدم على 8. سوق الحضره بالاسكندريه وده بيخدم 3 محافظات. سوق المنصوره 3، سوق اسيوط 3. دي الاسواق الرئيسيه الموجوده. طبعا الكلام ده كان من عده سنوات او من زمن، اختلف الوضع النهارده طبقا لاختلاف النسمه او طبقا لاختلاف تعداد السكان بيزيد السكاني، وبالتالي زي ما احنا منظورنا هيختلف كوزارات بالنسبه للتعامل مع التعداد السكاني سواء مدارس او مستشفيات او يبقى برضو منظورنا يختلف في التعامل مع التعداد السكاني بالنسبه للاسواق. يبقى احنا لازم نراجع الموقف بصفه عامه كاستراتيجيه منتظره بالنسبه لاسواق الجمله، ونشوف الكثافات السكانيه بتتركز في اي محافظات او معدلها في اي محافظات، وابدا انشئ اسواق جمله جديده. يعني هل ده يعني دي حاجه والاسواق اللي هي الجانبيه اللي بتخدم على الاسواق المركزيه زي ما حضرتك بتقول؟ يعني اكيد سوق العبور اكيد في سوق تاني بيتبعه اصغر شويه بيخدم على عدد محافظات اقل. بالظبط، ما هو سوق الجمله المفروض انه بيخدم على عدد من اسواق التجزئه، بيخدم على عدد من محلات سواء خضار او فواكه على مستوى بقى المحافظة. يعني هي منظومه. بالزبط. سوق الجمله ده الكبير المركزي بيتبعه سوق صغير، بيتبعه محل اصغر، لغايه ما نوصل للمحل الصغير المقنن وضعه. مش بائع جاي بيتبعه عده اسواق للبيع بالتجزئه منتشره على مستوى المحافظات. كويس. فالنهارده لو انا توسعت في اسواق الجمله، توسعت برضو في اسواق التجزئه، انا كده بحقق للمواطن خدمه افضل وبتحكم في السعر افضل. دي نقطه. النقطه الثانيه حضرتك ذكرتي ان عدد من المصانع او العديد من المصانع، احنا لو جينا النهارده في فكر منتظر او استراتيجيه لتطوير سوق 6 اكتوبر متمثله ان في 124 فدان مثلا في الاتجاه الجنوبي ممكن ينضموا باذن الله، وده جاري، ده موضوع جاري التعامل عليه مع الجهات المعنيه في الدوله. ينضموا للسوق بحيث ننشئ على المساحه دي عدد من المصانع المتخصصه برضو في مجال عمل السوق. يعني الطماطم ننشئ مصنع للصلصه. بالظبط. مصانع للتعليب او مصانع للتغليف، مصانع لانتاج الخامه المستخدمه في عمليات التعبئه زي الاقفاص مثلا. مصانع للتعامل مع المخلفات، تدوير المخلفات اللي بتنتج عن السوق. يبقى انت كده حضرتك انشأت مجمع متكامل بيشمل سوق جمله، سوق للتجزئه برضو نبيع منه للمواطن باسعار اقل تكلفه بكتير.
وده مهم بالظبط كده. يبقى اذا المساحات دي من الاراضي لو تيسر اضافتها على مستوى الاسواق الجمله سواء المتوسرة او المنتظر انشائها دي هتؤدي الى رد فعل ايجابي كبير في ان انا بحقق للمواطن خدمه افضل فعلا السعر بينزل وهيتاثر. طبعا ده بخلاف ناهيكي بقى عن اني بشغل عماله وبتحكم او باثر في موضوع البطاله من خلال تشغيل او تشغيل هذه المصانع. استثمار للدوله بيدخل وسهل قوي قوي التعامل مع الجزئيات دي. يمكن احنا فقط وبنحمد الله انه ان شاء الله في اجتماع قريبا لسياده المحافظ مع وزير الماليه بخصوص مديونيه خاصه بالسوق عندنا عشان خاطر نخلص منها الاستلام مساحه الارض دي اللي بيها ان شاء الله ننشئ المصانع نعمل لان السوق النهارده 135 فدان اما اضيف له 124 فدان دي مساحه تانية بس بضيفها بكمل جزء للسوق كسوق جمله بفتح مجالات كتيره لتوافد عدد من الباعه او عدد من التجار للتعامل بفتح مجال استثمار للدوله في حاجات كتير قوي. يعني احنا ان شاء الله دي خطة مستقبلية اللي احنا بنتكلم عليها لكن ما زلنا في الخطة الحالية والناس عايزة تطمن ان السلع الغذائية متوفرة في شهر رمضان ان شاء الله ما فيش ارتفاع في الاسعار ولو في ارتفاع يبقى قليل وان اللي هيحتاج حاجة مش لازم ينزل يجيب 5 كيلو صنف معين ممكن ينزل يجيب النهاردة نص كيلو وبكرة نص كيلو كله هيبقى موجود ان شاء الله. انا يمكن هطمن حضرتك من خلال عرض او بيان عددي للدخل او اللي بيدخل للسوق خلال الست شهور اللي فاتوا. يمكن في شهر يناير كان ما اجمالي الدخل اللي بيدخل للسوق كخامات سواء فواكه او خضار بانواعه الى اخره في حدود 80,000 طن. النهارده او الشهر اللي فات وصل المعدل ل 171,000 طن. بكل تاكيد اكيد دور المحافظه في التعامل مع البائع الجائل اللي نوعا ما قلل منه دور المحافظه في التعامل مع الاسواق العشوائيه هو ادى ان منتج او الحصيلات اللي بتنتج من الصوب او من الفلاحين بدات فعلا تاخد اتجاهها. ده بيان رقمي بيظهر لي شيء من التفاؤل. المعدل ده الشهر ده يمكن لسه ما حصرتوش كشهر كامل لكن عندي معدل يومي ان بيدخل لي في حدود ال 6000 طن خامات متنوعه. لو هضربها في 30 يوم يبقى انا دخلت في 200,000 طن. يبقى انا النهارده وصلت لمعدل عرض لخامات في حدود ال 200,000 طن الشهر ده من 80,000 طن كانوا في شهر يناير. اكيد برضو الاستقرار النسبي اللي بدا يتحقق للدوله او عوامل الاستقرار اللي ابتدينا نتعايش معاها ونعيشها دي ليها كبير الاثر برضو في ان المنتج ده بدا فعلا يدخل المكان المحدد ليه او المكان الصح بتاعه. في نهاية حلقتنا بنشكر اللواء احمد هاني رئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة ب6 اكتوبر بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معانا وكمان بنوجه كلامنا لمشاهدينا في شهر رمضان الكريم شهر الكرم موجود كل السلع هتكون موجودة في الاسواق كل السلع هتبقى متوفرة وان شاء الله باسعار مش غالية بس نحاول نرشد شوية في الاستهلاك واستنونا الأسبوع الجاي وحلقة جديدة ودايما في حب مصر كلنا واحد.